متابعينا الكرام، أهلا بكم من جديد. وصلت تويوتا سوبرا 2020 الجديدة كلياً الجيل الخامس إلى السعودية بعد أن توقفت عن التصنيع منذ ما يقارب 17 سنة. ويعتمد التصميم الخارجي على سيارة تويوتا FT1 الاختبارية ونظام دفع خلفي للعجلات، وتتميز السيارة بتوزيع وزن 50 إلى 50 في الأمام والخلف مع تقنيات تم التعاون فيها مع شركة BMW. كما تأتي السيارة بمحرك 3 لتر 6 سلندر وبقوة 366 حصان بناقل حركة أوتوماتيكي. وبالنسبة لاقتصاد الوقود فإن 14.4 كيلومتر يستهلك 1 لتر من البنزين. ما رأيك في الشكل الجديد لسوبرا؟ شاركنا بالتعليق.